الأصل الثالث، السؤال الثالث الذي تسأل عنه في قبرك. أصل سيم وبرسياري سيم كلناو جوركدا لما عندك ريت. نسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام. برسيار ما لي ذكر درباري بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم. هو محمد. أو محمد ابن عبد الله. كري عبد الله. ابن عبد المطلب. كري عبد المطلب. ابن هاشم. كري هاشم. وهاشم من قريش. وهاشم إش لقريشة. قريش من العرب. وقريش إش عربة. والعرب من ذرية إسماعيل. وعربي إش نوي إسماعيلة. ابن إبراهيم. كري إبراهيم. عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الصلاة والسلام إخوائي لسر أوهم في غمري خمانش بين. نعم، له من العمر 63 سنة. يا غمري خوا صلى الله عليه وسلم شست سيصال تمني بو 40 قبل النبوة. شل صالي بيش في غمبرايتي 23 نبيا ورسولا. بس سيصالي وكو نبي ورسولك. هو نبي ورسول. أو هم نبي ورسول شه. أول ما نزل عليه وهو نبي اقرأ باسم ربك الذي خلق. يا كبا يا كمش بإقرأ باسم ربك الذي خلق بوب نبي. وأول ما نزل عليه وهو رسول يا أيها المدثر سورة المدثر، أول سورة المدثر. وبسرتاي سورة المدثر بوب الرسول. ولد بمكة. لشاري مكة لدي. هاجر إلى المدينة. كوتشي كربو مدينة. يدعو إلى التوحيد. بانجوازي ذكربو التوحيد. وينذر عن الشرك. وخلكي أجدار ذكردو ولا الشرك. إلى من بعث. بوكير روانكرا بعث إلى الثقلين الجن والإنس. روانكرا أبو هردو ثقلين كأوانيش جنوك ومرافكان. ما معنى هذا؟ معناه يا ماتشيا أنه لا يمكن لأحد يتخلف عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. معناه أويا هيش كسيك بويني دواب كبير لشريعتك محمد صلى الله عليه وسلم. كل من بلغته دعوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به هركس يا أنبان قوازي بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم بيغيش باوري بينا كرت فهو كافر كفرا أكبر أو با كفريك قورة كافر بوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين شنك بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بوا جنوك ومروف روانا كراوة. نعم مات النبي صلى الله عليه وسلم بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كوشي دعائي كرت وأتم الله سبحانه وتعالى له هذا الدين وخواهي قولا أم ديني بو كامل وتمام كرت فلا يمكن لأحد أن يبتدع شيئا في دين النبي عليه الصلاة والسلام بو يا هيتش كسي بو يمي بهيتش شي ويك بدعيك لدينك يا بكات لا خير إلا دل الأمة عليه هيتش خير يكنبو إلا في غمري خواه صلى الله عليه وسلم أمتك إلي أقدا كردو توا ولا شر إلا حذر الأمة منه وهيتش شر وخرابي يكنيا إلا أمتك إلي وريا كردو توا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفرد الدوس الأعلى من الجنة. دعوال أخوي جبراكين لقلب يا غمري خواص صلى الله عليه وسلم لفردوس الأعلى كمان بكاتوا.